السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. البحث اللي جريناه حول التوم، نعم، هي تقضي على خمائر يعني خمائر الكانديدا. نعم. وخمائر الكانديدا هي التي تسبب أمراض جلدية وكذلك تساقط الشعر. لماذا؟ لأنها هي تأكل جذر هذه الخلية، البصيلات هذه التي تخرج الشعر، هي هذه الكانديدا هي يعني تخربها ثم يكون تساقط الشعر. نعم. التوم موجود في السوق، حك على التومة فقط. يعني لماذا؟ نعم. لأن مباشرة حك التوم مباشرة، لأن ملي كتكون طازجة كيكون يعني هذا القوة الكابحة. نعم. الانيبيتوري باور كتكون مرتفعة جدا، هذه القوة الكابحة يعني كتقضي على الخميرة هذه الكانديدا التي يعني تصيب تساقط الشعر. هي جيدة كذلك الديرماتوز، هذو بعض التقرحات اللي جايين من الخمائر. بعض المرات يكون عندنا تقرح على مستوى الفم الداخل، يعني هذه الجروح في الفم داخل التقرحات، هذه تكون كذلك من الخمائر. إذا كانت من الخمائر فهذا الشخص يمضغ ثوم طازج فقط، أو إلى ما قدرش كاين هما الاثنان اللي احنا كنستعملهم ضد الخمائر، القرفة والثوم. هذه تكون في الأكل، إذا كانت في الأكل ليس هناك غازات في الأمعاء. لكن بعض النساء كيتشكاو من القطاني كيسبب من الأكل، لكن إلى أضافوا الثوم مع القطاني. الأمريكيين يضيفون الثوم والقرفة مع القطاني لأن عندهم جهاز هضمي هش خصوص الأمعاء، لأنهم يأكلون حلويات ومشروبات غازية ومقليات وهذيك الشيء بكثرة، الفاست فود عندهم. فلما لا يقدرون على القطاني الأمريكي، لا يقدرون على القرفة القطاني، لكن يضيفوا معها رأس كامل من الثوم. رأس كامل من الثوم أو رأسين من الثوم. يعني الأخت سولت على الكمية، كمية يا سيدتي، كمية الفواكه والخضر والحبوب والنشويات والقطر، ليس هناك كمية، يعني لا كمية تضغط. مضرة للجسم ليس هناك كمية إلا الكمية اللي غادي تزيد في الوزن. الناس اللي كياكلوا اللحم بكثرة ولا ياكلوا القطاني بكثرة ولا شي حاجة، إلا الكمية اللي مفرطة. أما الكمية التي تضر الجسم ليس هناك كمية مضرة. لماذا؟ لأنها تدخل مع الخضر وتدخل مع الفواكه. هي مبيدة للجراثيم كذلك كما قلت، هي مبيدة للجراثيم لدرجة أن بحال مثلا طفل اللي يكون عنده التهاب اللوزتين وتأخذ له الأم دياله ولا الأب يأخذ له أنتيباوتيك يعني الدواء. نعم. لازم يدير واحد الغرغرة، ولا حتى شخص كبير اللي عنده الحلاقم اللي عنده هذه التهاب اللوزتين. نعم. يعمل واحد الغرغرة بالثوم. نعم. كيف؟ غرغرة، يدق الثوم مع ماء دافي ويغرغر، يغرغر بالثوم، وهذا الغرغره بالثوم هي تطهر هذا المكان ديال حتى اللي عندهم مثلا التهاب. نعم. في الحلق. نعم، التهاب في الحلق. نعم. بالنسبه لارتفاع الضغط، هي الثوم من الاشياء التي تخفض، ولكن هذا لا يعني على ان الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط غادي يبقاو يعملوا الثوم راه غادي يخفضوا الضغط، باش ما يفهموش الناس يعني الكلام ديالنا. كاين يعني دكتور اللي كيستعملها تدخل يعني الاذن ديالو. لا لا لا، هذا لا، اشياء جاهله هذه. نعم. الثوم اذا كان في الاكل طبيخ، اذا كان فيه ثوم وكان بزيت الزيتون وكانت في خضر موسمية جيدة وبدون لحم، الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط هو المشكل اللحم. نعم. إذا استهلكوا لحوم فهذه الأشخاص ما عندهمش حل، باش نفهموا العلاج الحقيقي. العلاج الحقيقي هو يمتنعوا عن اللحوم والملح، يقلوا بعدم الملح في الطعام ديالهم. هي الملح عليا، الملح اللي موجودة في الأغذية كافية للجسم، الصوديوم اللي موجود في الأغذية كافي للجسم. نعم. غير احنا دينا على واحد المذاق شوية مالح، ولكن الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط من الأحسن يمتنعوا عن اللحوم والأجبان، ويمتنعوا عن الحلويات والبسكويتات لان فيها المونوسوديوم جلوتاميت، وهذه المونوسوديوم جلوتاميت هو اللي فيه صوديوم بكثره، هو اللي كيدير مشكل ديال ارتفاع الضغط. ثم يكون طبيخ في المنزل جيد، جميع ما خلق الله يخفض الضغط، جميع ما خلق الله من نبت والله. يعني تشوف المعدنوس يخفض الضغط، القزبر يخفض الضغط، الكرفس يخفض الضغط، اللفت يخفض الضغط، يعني هذه البطاطا الحلوة تخفض الضغط. نعم. البطاطا القصبية تخفض الضغط، التومة تخفض الضغط، البصلة تخفض الضغط، القرفة تخفض الضغط، يعني كل زريعة الكتان تخفض الضغط. لماذا التركيز على الثوم؟ الفواكه كتخفض الضغط، التفاح يخفض الضغط، الهندية تخفض الضغط، الرمان يخفض الضغط، البرتقال يخفض الضغط. يعني الناس لا ما في، ما يركزون على الثوم، لا يركزون على ما سمعوا الخلطات. يعني هذا يعني هذا مصيبات العصر. انا عندي خلطانه، سمعت خلطانه، لقيت خلطانه، قال لي حتخينا خلطانه، جارتي عندها خلطه، وهذه هي اللي غادي تهلك المجتمع. هذه القضيه خلطات، لماذا الخلطات؟ لماذا الوصفات؟ لماذا خلط؟ لماذا لا يكون نمط العيش جيد؟ والله انا اقسم زعما هناك اسباب للامراض، اذا لم تنتفي هذه الاسباب، اذا لم يتوقف الناس عن هذه الاسباب ليس هناك علاج. ليس هناك علاج، حتى ولو يعني حتى في المستشفى، ولو يعني هذا الشخص يبقى في المستشفى شهر وشهرين،
إذا كان لا زال يتناول أسباب المرض فليس هناك علاج، يجب أن يمتنع عن أسباب المرض. ثم طبعا أي شيء يأخذ يعني يكون نافع للجسم. أهمية الثوم بالنسبة للجراثيم، والجراثيم منها الجراثيم الخطيرة يعني جراثيم الطاعون، يعني الفيروسات والبكتيريا والفطريات على حد نعم سواء. هذا لولا هذا المذاق القوي أو المذاق اللاذع، يعني رائحة يعني قوية جدا للثوم، لا يعني وحاليا كنلاحظوا ملي كتسلم على شي شخص كاين بعض المدن بحال فاس، مدينة سلا كذلك، مدينة فاس أنهم يأكلون بالثوم دائما طبيخ في الثوم، أنهم ملي كيسلم عليك شخص مدينة فاس تشم رائحة الثوم، يعني هذه باينة. ولكن لا بأس إلا كانوا الناس يكثروا من الثوم ماشي دائما، ولكن واحد الفترة ملي يحس بالجسم ديالو شوية بداو كيبانوا لي بعض الأعراض بحال الغازات في الأمعاء، بحال المشكل ديال ارتفاع الضغط، بحال الأشياء ديال الكحة في فصل البرد اللي كيبداو الناس يكحبوا. إلا بداو تيتناولوا التومة في العشية، التومة مع زيت الزيتون ولا حاجة كهذه من الأشياء اللي كتحد من الكحة، هذه التومة. تبقى أشياء أخرى منها تسخين، كنلاحظوا التومة كتسخن الجسم، أن ملي كياخذ الشخص التومة كيعرق، كتسخن لماذا؟ لأنها كتهيج النظام الهرموني، هي من يعني تعمل عمل البهارات، يعني هي تهيج هذا النظام الهرموني، ولما تهيج النظام الهرموني فهي جيدة، بالعكس هي جيدة للجسم خصوص النساء، لأن يعني الناس اللي عندهم نقص هرموني كيحسوا بواحد الرعشة، كيكون كنقولوا نسميه في المغرب مبرد، يعني كيحس بواحد الرعشة. فاستهلاك الثوم كاين أشياء أخرى، يعني زيت الزيتون والثوم والكرفس وزريعة الكتم الفواكه الجافة ملوز والقرقاع والأشياء، كلها أشياء تسخن القطاني، تسخن على سخن الفول مثلا، الفول كيسخن والحمص كيسخن الجسم، لأن فيهم فيتوستروجينات، فيهم كالوريات، نعم كالوريات، ولكن فيهم فيتوستروجينات كذلك يسخن الجسم. ولذلك فهذا الثوم هو أكل، هي خضرة يجب أن تكون في بعض الأخت هذه اللي سألت من مدينة سلا، أخت أمينة أظن أنها تقول يعني واش نأكلها طيبة ولا خضرة، هي طازجة ولا مطبوخة، نعم، ولكن زيوت الثوم لا، لا تشتري منتوجات من الثوم يعني من برا. أما إذا شريت الثومة هي المحل ديالها واستهلكتها طازجة جيد، إذا وضعتها مع الطبيخ جيد، وانا ننصح باش ياخذوها مع الشوربه ديال الخضر. نعم، اللي تسلق الخضره وتطحن في الماء ديالها، ماشي تلاح الماء. تسلق الخضر، تسلق في الماء ديالها وتطحن مع هذاك الماء، لان عندها طحانات في المطابخ، كلهم النساء كلهم عندهم طحانه. نعم، يطحنوها ويزيدوا عليها كركم وزيت الزيتون، ويكون معها الثومه، يكون راس ديال الثوم مع هذيك الشوربه. نعم، في العشيه ملي كيشربوها الاطفال هذه الشوربه هذه، لا اخذها الاطفال هذا، ما كيبقاش الطفل اللي كحب وما كيبقاش يصاب بهذا الرعشه ولا بالبرد. هذه لماذا؟ لان نعم، لان النظام الهرموني عند الطفل باقي صغير جدا، يعني كيحتاج تركيز قليل باش الجسم ديالو يعني يعمل بقوه.